بنجدد تحياتنا أصدقائي المشاهدين من داخل مؤتمر النام في شيكاغو الولايات المتحدة الأمريكية. تحية كتير كتير كبيرة وشكر كتير كبير خاص لسيادة المطران رولان أبو جودي النائب البطريركي العام لتكرمه وأعطائنا هاللقاء بهالوقت السريع والخاطف. سيدنا كليتنا كمان بهالجولة السريعة مع صاحب الغبطة لابد من التوقف ولابد هيك من إعطاء تقييم لو بسيط حول ما أنجز حتى هلأ. الله يقويكم يعطيكم العافية. رحلتكم بلشت من سان لويس وهالمحطة الثانية كانت لصاحب الغبطة والمهمة هي كمان في مؤتمر النام بإيجاز. هالاختبار يلي عشته عشت النام أكثر من سنة طبعا. هالاختبار اللي عشته السنة شو بيفرق عن غيره من سنة؟ بالواقع زيادة غبطته هي للنام قبل شيء آخر. أنا دعي إلي يشارك في النام السنة. المشاركة كتير مثمرة. كل مرة بشارك بالنام بلاقي كل مرة في شيء جديد. مش بس العدد بيزيد والنشاطات بتتغير بتتنوع وبتزيد، ولكن كمان الجو نفسه بيصير في حرارة أكثر ومحبة أكثر. والسنة تتميز هذا المؤتمر يعني بالحشود. جاي عدد كتير كبير. عم نسمع كمان من اللي بتطلعوا على الأرقام كل سنة إنه السنة في عدد بيزيد كتير عن قبل، ونشاطات كمان متنوعة، وفيها الجو اللي بيخلي كل المشتركين يشعروا إنه هني مجتمعين حول بين ورأسهم. تبقولوا حسب حقنون البطرك ورأس الكنيسة وبيا، فهني بيشعروا انه مش دائما بيصير لهم هالمجال هيدا يكونوا حوله ويسمعوا ويسالوا ويجاوبوا ويصير في حوار بينه وبينهم. هو جاي مشان هيك على كل حال. صاحب السيادي اكيد مجيء غبطته للمشاركه في النام كمان كان له بعد اخر غير البعد الابوي والحضور الابوي والرعوي للكنيسه المارونيه في العالم، ولكن ايضا حملتم معكم المجمع الماروني وحطيتوهم بالمسيرة يلي انطلقت بالكنيسة المارونية من لبنان. شو هالخصوصية يلي حملها المجمع؟ طبعا يعني مع العلم انه المجمع اللي صار بطريركي في لبنان عقد في لبنان، ولكن هو كان الكنيسة المارونية في العالم وكل البلدان وكل الكنائس المارونية المحلية صح التعبير شاركت في هالمؤتمر في النصوص اللي اقرت. ولكن طبعا المرة جايين وجايبين معنا مقررات المؤتمر المجمع الأهم هي أكثر أهمية، بتختص خصوصا بتجديد الكنيسة، بتجذرها في البلدان حيث توجد، بتأقلمها مع الأوضاع الجديدة، بإشراك العلمانيين في حياة الكنسية، بإعطاء دور أكبر كمان العلمانيين فيها، حتى كمان العلاقات ما بين الأديان تكون كمان واضحة ومبينة، حتى الكنيسة المارونية ما تكونش شيء متقوقع على ذاته، بالعكس هي الكنيسة منفتحة بالشرق وبالغرب، هيك يكون فيها الانفتاح المسكونة على كل بلدان العالم والتجذر فيها. كان هناك تشديد على الهوية المارونية، هل هالتشديد كمان حملتوه قصد للاغتراب؟ طبعا هو معمول مشان المجمع كله سوا يعني، ولكن هون اختير بعض مواضيع بدت انه هي الاهم، ومعنا كمان على يعطي محاضرات حول الموضوع سيادة المطران السبشارة اللي هو أمين عام المجمع واللي حمله بقلبه وبيشب فكره واشتغل مع اللجنة المركزية وأنا عضو فيها وكثيرين غيرنا. بقى هو كمان يعطي محاضرات ونختاروا هالمواضيع اللي بيشعروا أن هي أكثر أهمية يبرزوها لبلاد الولايات المتحدة الأمريكية. صاحب السيادة عندما يأتي صاحب الغبطة إلى أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية هناك تكثر الأسئلة حول البعد السياسي لهذه الزيارة. هل هذه الزيارة هي فقط رعوية ولا ممكن كمان تدرس فيها قضايا وطنية وتتعلق بالوضع بلبنان؟ هذه الزيارة هي طبعا زيارة أصلا رعوية. الأيام بها البطريرك كما قلنا بدعوة خاصة من مطران غريغوري مونسيور ومطران روبرت شاهين حتى يشارك بهالمؤتمر هيدا. ولكن إذا كان صار مجال لأي لقاء سياسي مهم مع الحكومة الأمريكية ما بفتكر بطريرك بتراجع، بالعكس إنه هاد اللقاء يتم. ولكن من بين الأبحاث والأسئلة تطرح عليه لا شك إنه يتعرضوا لوضع لبنان. هلا مثل ما بتعرف الكنيسة لا تتعاطى بالسياسة اليومية وفلان ضد فليتين،
تتعاطى بالقيم، بسياسة ضيقة يعني. بالقيم ايه بالقيم وبالسياسة العامة اللي هي تتعلق بأمور الوطنية، لابد انه كمان البطاخ يوضح النقاط هذه بالاسئله اللي بيسالوا اياها. هناك ما بعرف، يمكن وقت بدنا نعرض هالبرنامج اذا بيكون خلصت او انتهت الزياره، يمكن لا بعد في جمعه على بس القليل وقت عرض هالبرنامج يلي نحن عم نعرضه. يقال انه ممكن يكون هناك دعوه من الرئيس بوش صاحب الوقت. والفكرة اللي سمعنا فيها بعد ما في شيء تأكد يعني. هلا نحن موجودين بشيكاغو، لأنه كان متواجد بوش بشيكاغو، كثير صار في همسات إنه معقول يكون التقى البطرك ما التقى البطرك، يعني الناس كلها عم تحكي. سمعنا، أنا سمعت حدا بيقول يمكن إنه يلتقوا فيه يلتقى فيها، بس مش لاقي صار في لقاء بيناتهم. بيكون ترك قبل ما وصل البطرك أو شيء، ولكن كان عمال يحكى عن إمكانية يمكن زيارة أخرى للبطرك بالبيت الأبيض، ولكن بتعرف انه مخوي صار له سنه الى سنه وشوي تمت زياره بينه وبين الرئيس بوش، يمكن ما لقوش انه في سبب كافي حتى تتهلق، على اساس انه هو سيدنا البطل ما طلب اي شيء ولا طلب يقوم بزياره رسميه للرئيس بوش، على اساس انه زيارته رعائيه. اذا كان حتى مرة الماضي الرئيس بوش وقتها بدعوه خاصه منه اجى بزيارته الى امريكا وزار الرئيس بوش بالبيت الابيض. ننتقل صاحب السيادة إلى موضوع تيلي لوميير والنورسات. أكيد النام عم بيكون مناسبة سنوية لعقد مجلس إدارة تيلي لوميير انترناسيونال، يلي حضرتك كمان مشرف على هالمجلس وحضرتك موجود فيه. هالمجلس لا يضم فقط الموارنة ولكن يضم المسيحيين من باقي ومختلف صح. الطوائف. تميز هذا الاجتماع هذه السنة بضخامته وبعدد الحضور والمشاركين فيه وبالتفاعل. هيدا دليل أنه نورسات عم تكبر وعم تتفاعل وتفعل، ولكن شو هي أهمية المواضيع التي قررت، القضايا يلي أهم شيء هو أنه متمقلنا يعني البورد أو مجلس الإدارة بالولايات المتحدة الأمريكية على مثال مجلس إدارة العام الرئيسي في لبنان، ويضم مثل ما قلتي من طوائف المسيحية الأخرى على أنواعها الموجودة هون في الولايات المتحدة، وكان في تقريبا كلهم بتصور موجودين او عدد الاعظم اكبر منهم كان موجود، واثيرت مواضيع كثير مهمه وكلها بتدل على الحيويه التي يتمتع بها هؤلاء الاعضاء حتى يخدموا تيلي لوميير ينشروها. في تحمس حماس كثير كبير سيدنا ما شفناه يعني لهالمحطه. نعم بين الناس وبين كمان اعضاء مجلس الاداره واهتمامهم حتى تتفاعل حتى نحسن لها اوضاعها، وتقريبا همومهم هون بتشبه همومنا هونيك، والشيء اللي جبناه معنا مثل الجملة الشرعة اللي عم جرب نعملها والنظام مشان البرامج تيلي لوميير وبرامج الدينية بخاصة منها تناهنيها كمان حتى هن يعطونا آرائهم حولها قبل اجتماع بده يصير ب 18 أيلول تنحضر المسودة النهائية بنعرضها على مجلس البطارك والأسيف الكاثوليك في لبنان حول الموضوع، عطيوا بعض أفكار حولها وكان هن لما عطيوا بمداخلتهم قبل ما حتى حكيت أنا وعطيتهم هالمشروع هيدا أجابوا سيرة بعض النقاط اللي هي بتهم هالشرعة هذه اللي ذكرناها، ثم هني بين بعضهم طبعا شو جمعوا مال شو كيف بدوا يحسنوا الوضع الجمع كيف عدد المشاهدين الأمريكيين عمال يتزايد وشو لازم يعملوا حتى يتزايد كمان أكثر حتى يقدروا تيلي لوميير يشوفوا عدد أكبر من المشاهدين، من جهة بتتوسع تأثيرها ونقل الأخبار، من جهة تانية كمان بتعمل لها مردود مالي بالسعادة حتى تقوم بكلفة النورسات تبع الفضائية ودفع التكاليف تبع نقلها إلى البلدان العالم. صاحب السيادة قد اليوم المسؤولية أكبر بهالمحطة، يعني قد اليوم ما بقى في عودة إلى الوراء، ما بقى فينا نقول إنه ما بقى فينا نتكلم إنه لا نرجع لوراء أو نقعد أو منخفف أو منخفف إرسالنا. قدي اليوم صارت ضرورة ملحة داخل الكنيسة المسيحية وداخل الكنيسة الشرقية لربطة بكل صح. من جملة الأشياء اللي لازم نذكر عن الاجتماع هذا إنه سيدنا البطرك تكرم حضر جانب من الاجتماع، هذا شيء كان كتير مميز يمكن لأول بطرك. مرة كمان عطينا بركته وعطي بركة للمجتمعين، ومما قالوا إنه تيلي لوميير شيء مهم جدا وهو بتصرف الكنيسة والكنيسة تعتبره إنه من رسالتها ولا تستغني عنه. صاحب السيادة من شيكاغو شو حابب تقول اليوم بعد هالأجواء اللي عشناها سوا، إن كان من لقاء المؤمنين إن كان من هالعمل الدؤوب والمتواصل بكل بكافة الاتجاهات
يعني إن كان العمل المحاضرات، إن كان اللقاءات الإنسانية العفوية، إن كان النشاطات. امبارح شفنا ريسيتال للأطفال والكبار، يعني عم بيبين هالنشاط كنيسي حي. شو اللي حملته؟ يعني شبه هيك، يمكن نشبه هالكم يوم اللي عشناه. أول قسم منه كان طبعا رياضة روحية للكهنة، بتشبه الرياضات الروحية اللي تجرى في لبنان في بعض الأحيان. بعض امورها طبعا هني هون ربى الشيطان مع بعض، اوقات بيجتمعوا معهم كلهم سوا مع بعض، اوقات برشيه لوحدها، وفي اجتماعات للكل مثل ما قلنا. وكان التفكير مصبوب كله على الامور الروحيه والكهنه وحياه الكهنه بالرعايه. القسم الثاني ان المؤتمر تبعنا من رساله الرسولية في الولايات المتحده الامريكيه، يعني بنشبه هالايام هذه خصوصا هالايام الاخيره تبع النام مثل اثير نحل، قد ما في من نشاطات أثير نحل كله بعجعج، وهون كله علامة حسية خارجية على حيوية الكنيسة المارونية، كان بلبنان أو بالعالم أو بالولايات المتحدة الأمريكية بنوع خاص، لأنه هون نشعر أنه كمان كنيستنا حقيقة حية، كلهم بيهتموا، كلهم عندهم نشاطات بيحضروها وبيقوموا فيها، وكلهم بيتفاعلوا مع بعضهم البعض وبياخذوا مقررات. هذا الشيء يعني بيعزي، إلى جانب ذلك في جو حرارة، حالة محبة وأخوة، يعني بتشعر كل واحد بتلتقي فيه إنه عم يلاقيكي بكل روح حلوة طيبة أخوية ومحبة وحرارة ضيافة، وبيعتبر إنه نحن منهم مش جايين لأنه مثل ضيوف، بالعكس كأنه نحن هن الضيوف ونحن رب المنزل مثل ما بنقول عنا. ونحن كمان بنشعر إنه أولادنا وإخوتنا مش غريبين عنهم، بالعكس بنشعر بهالوحدة اللي بتجعل من الكنيسة الجامعة واحدة، بتجعل من كنيستنا المارونية واحدة. سؤال أخير بحب أن أقول هالشي حتى شجع المؤتمرين اللي إجوا حتى يحافظوا على الروح الطيبة والحلوة. أنا أقول لك in English to tell them that we are really very impressed not only by their hospitality but by their love and brotherhood, and they make us feel as being theirs and some of their family, and we feel that we are of their family and they are also in our family. We all form the same and one Maronite family and the church in the Maronite church in the whole world. And we'd like to invite them to keep up the faith and keep up this good spirit. صاحب السيادة أكيد كمان ذكرت حضرتك حيوية الكنيسة، إضافة إلى حيوية الكنيسة المارونية هناك جاذبية الكنيسة المارونية. مثل ما شفت هناك طوائف أخرى التفت حول هالنام، وهناك كهنة إجوا من غير طقوس أو من غير طوائف حتى يكونوا بالطائفة المارونية يعني. نعم. ومن أعراق مختلفة، شفنا الكاهن الماروني يلي من عرق العرق الأسود، وشفنا الكاهن الشماس الماروني يلي نعم. هو من الأصول الأجنبية. إلى ماذا تدل هذه العلامة؟ يعني كنيسة بتنطق بغير لغتهم وكنيسة بغير طقوسهم. أول شيء من ناحية الكنيسة المارونية هي بحد ذاتها نعتبر أنه هي منفتحة وعالمية، مش مثل ما متقوقعة على ذاتها منعزلة، بالعكس تقبل جميع الذين يأتون إليها ويطلبون الدخول فيها طبعا حسب الشروط اللازمة والشيء مطلوب منهم. ومن جهة الأشخاص هني نفسهم طبعا هني في شيء بيجذبهم، وخصوصا نحن عندنا طقوس وعندنا روحانيه طيبه وحلوه. حتى الكنيسه اللاتينيه مع كل تنظيمها وتقاليدها، واللي نحن ما فينا نقول انه نحن احسن منها حتما، هن عندهم اشياء كثير منيحه بناخذها منهم، ولكن هن كمان بيشوفوا انه في عندنا حراره بصلواتنا، عندنا بساطه شعبيه بصلواتنا، شيء بيجذبهم وبحبوا انه يطعموا روحانيتهم بروحانيتنا الشرقيه. صاحب سيادة، كنت من أول الكهنة يلي أتوا إلى أمريكا سواء للدراسة أو وعشت فيها فترة كتير طويلة. كل مرة بترجع شو بتحمل منها وشو هو الشعور وقت شفت إنه هالأبراشيات عم تمتد وتكبر وتكبر وتكبر؟ من أوائلهم اللي إجوا مشان دراسة، يمكن اللي إجوا قبل مني كهنة كتير تخدموا بالرعاية، نحن عشان أصلا مشان دراسة. وبالمناسبة خدمنا وأنا ترعية بوسطن وطلقت فيها شخصيا، بعتبر أنه مثل بيتي الثاني مثل أبو هوني باب سكن هوم. ولكن كل مرة بيجي كمان تعرفت على كثيرين بالولايات المتحدة مش بس ببوسطن، عبر السنوات اللي كنت هي هوني وبعدين بالزيارات اللي قمت فيها، ولا سيما أني بأول الحرب سنة 76-77 كنت بعدين متنشرين وفرني بطل خراش الله يرحمه، تعطيت صورة
حسية واضحة عن الحرب بلبنان، وكان معي أبو مسنير منصور لبكي. لكن مرة مثل إفيون نرجع مستعيد الذكريات القديمة، بتتجدد بين العواطف والمحبة والأخوة والحرارة الإيمان وحرارة المحبة المسيحية الحقيقية. تننهي هاللقاء صاحب السيادة، شو عندك هيك تقلنا من شيكاغو؟ يعني هاللي بدي أقوله قلته، بس بدي أختصره بكلمة، يعني أنه بدنا دائما نسعى ونجاهد حتى نحافظ على تراثنا وعلى حالنا. نحن في مجتمع واسع، الحفاظ على وجودنا واستمراريتنا مش سهلة، ما نكون مغرورين ولا ما تعصب نكون مغرورين. كمان ولا تعصبي، ما بدنا نكون منعزلين متقوقعين، ولكن نعرف انه نحن في مجتمع ممكن يدوبنا ويدوب كثيرين منا لاسباب مش عنا سيئة من قبلهم، ولكن لاسباب عملية، في دخول المدارس، في المسافات بين البيوت والكنائس، كل هذه انا بعرفها شخصيا. ولكن نحن مثل واحد بشبع انا عم بقدف عكس القران، بدنا نضل نقدف ونشاهد حتى نستمر، ولا بد من ان نستمر بنعمة الرب وبمحبتنا وبجهودنا. صاحب السيادة المطران رولون ابو جودي النائب البطريركي العام، شكرا لك من شيكاغو مره جديده، وكمان نحن بنتمنى لكم رحله موفقه، تعودوا بعدها بالسلامة، وتكونوا كمان أيضا مرجعين للبنان زوادي مهمة. شكرا لك وللتلميذ، اللي هي ولا شك بتكون كمان وسيلة من الوسائل اللي ممكن تستعملها الكنيسة المارونية وأبناء الكنيسة المارونية مشان الاستمرارية هيدي، مشان ربط بعضنا بالبعض الآخر بكل أنحاء العالم. مرة جديدة سيدنا، شكرا لك. شكرا. نجدد تحياتنا أصدقائي المشاهدين من قلب مؤتمر النعم شيكاغو الولايات المتحدة الأمريكية، ومنستقبل مدام ومسيو معلوف. أهلا وسهلا فيكم فيرا وجو، حضرتكم يلي على عاتقكم كان جزء كتير كتير كبير من هالعمل يلي شفناه. كنتوا مكلفين السنة، فيرا أنت بما أنك هون شيكاغو والنعم، وكمان حتى بورت لوميير، شغل كتير كان على عتقكم بهالكم والعدد الكبير يلي شفناه. منبلش مع جو، كونك حامل الميكرو جو، خبرني في شيء قاله سيدة المطران رولون أبو جودي هيك بدردشة مع الأصدقاء، إنه فيرا ما اكتفت إنها هي تشتغل، جابت جوزة وغطسته. خبرني هالغطسة منيحة؟ بدي أعطي أول بسيط. أنا بيقولوا بأمريكا behind a great man, behind every great man there is a great woman, and today I would like to say that behind the success of our NAM convention there is Vera. That's not true, it's a joint effort. لأنه في كمان حدا رجال متحمس ومتعاون. خلينا نبلش بالشعور، قديه حملك من الفرح، مع انه انا عارفه هلا قديه التعب بلش يبين، قديه المسؤوليه فيها جهوزيه اعصاب، يعني الاعصاب بتبقى مستنفره على طول، مش من التعصيب ولا من طلوع الاخلاق مثل ما بيقولوا، ولكن من القلق على نجاح العمل، على كل شيء يكون اوكي. قديه اليوم بلشت تشعر انه خي كل شيء عم يمرق حلو كل شيء؟ بالصراحة بعد ما حسيت بهالرياحة، أنا بحس بريحة بس نودع أصحابنا وأهلنا بكرة الظهر، بعد عنا الليلة وعنا بكرة، ونحن رح نضل على أعصابنا، مش لأنه مثل ما تفضلتي وحكيتي مستنفرين أو متضايقين أو شيء، لأنه حابين هم النجاح، هم النجاح وهم اللبنانية والموارنة والخوارنة والمطارين وسيدنا البطرك يكونوا مبسوطين هون ومرتاحين. الأوتيل اللي قاعدين فيه نحن بشيكاغو اليوم في 3460 أوضة، أوكي؟
الأوتيل محجوز كله، ما في ولا أوضة فاضية. أوكي. يعني في عجقة كتيرة، وتنحافظ على سلام وأمان شعبنا هون كتير مهم علينا. أوكي. وبعد عنا الليلة إن شاء الله كل شيء بيمضى تمام. قلنا جمعة هلأ مارقين بالمؤتمر، وهيرا باعتقادي أنا، مش باعتقادي، according to the records يعني، أكيد. حسب الأرقام هذا ريكورد كونفنشن لقلنا نحن. أوكي. كان عنا مبارح بالسهرة في 1100 ريجستر. عادة بيكون ليلة الجمعة بين 700 و 800. أوكي. 1100 هذا كتير رقم قياسي. الليلة هي المتوقع العدد يرتفع فيها أكتر من مبارح؟ تقريبا رح يرتفع شوية صغيرة، مش كتير، لأنه نحن ما حبينا نفتح ليلة السبت لليلة السبت وحدة. أوكي. المؤتمر. حكينا فيها كاللجنة، وحكينا مع النام بورد، وحكينا مع الإكزيكتيف ديركتور مايك نيبر بخصوص ليلة السبت. ليلة السبت جربنا نفتحها سنة الماضية بالمؤتمر الماروني بسان دييغو. أوكي. وشكلت شوية فوضى. أوكي. لأنه صار في ناس حبوا يجوا ليلة السبت لحفلة ليلة السبت. أوكي. نحن المؤتمر الماروني منه حفلة، المؤتمر الماروني هو مجمع عائلي ومجمع روحي ومجمع ديني لشعبنا، لنقعد مع بعضنا خلال الأسبوع كله. ما فيك اليوم تقولي للعالم تعالوا ليلة السبت تحضروا الحفلة وفلوا، لأنه إذا بدهم يروحوا يحضروا حفلة بيروحوا وين ما كان، مش ضروري يجوا على المؤتمر. بقى لهالسبب قررنا إنه بالمؤتمر هون بشيكاغو يلي بده يجي ليلة السبت مجبور يجي ليلة الجمعة، ومجبور يحضر قداس الأحد، قداس الختامي، ويتروق مع البطرك نهار الأحد بعد القداس. بقى هيدي الباكج. عنا عدة أشخاص يلي أخذوا الباكج، أخذوا الجمعة السبت أحد، بس ما قدروا إجوا عشية. فيرا، أكيد قبل ما نسألك أي سؤال بيتعلق بالمؤتمر وبيتعلق بالتنظيمات، سؤال وهو عن شعورك حول هالمفصل التاريخي بالنام من شيكاغو يلي سجل لأول مرة حضور البطرك رئيس الطائفة وبي الطائفة المارونية بوجود. قد بتشعري حالك محظوظة أنت اليوم؟ سؤال حلو كتير، كتير حلو، لأنه قلت له لجو بهالجمعة الفرصة اللي صارت لنا يلي ما بتصير لكل شخص، انه نكون متقربين كتير بغبطة البترك بهالجمعة. يعني شيء كتير حلو. من يومين بتذكر كنا واقفين بالألفيتر بالأوتيل ومطلعينه على أوضته، نحنا وأبونا بدوي، أبونا الراعي الكنيسي هون، واقفين حده هيك مثل كأنه باي وبسته براسه. وقلت له لأبونا بدوي، طلعت عليه قلت له بشكرك على هالأوبرتونيتي اللي عطيتنا إياها إنه نحضر هالمؤتمر ويجي غبطة البترك ويكون معنا. يعني they say in the state it's an opportunity of a lifetime. And Joe and I and our family feel very very lucky. منحس كتير محظوظين إنه كنا بوجود هالهولي مان المتواضع الطيب القلب. شو ما سألناه تكرم عينكم قولوا لي شو بدكم، نمرقوا بالمؤتمر سيدنا بدنا نطلعك الشباب متجمعين عم يحكوا أو ملتقيين، إيه بيجي معنا هالشخص بده إياك تمضي هالكتاب، إيه ليش لا. يعني حلوين هالإشي، هو بالكواليس عادة ما بيبينوا كتير كتير حلو. يعني شو بدي أقول لك كمان examples. ليت اللي وصل على الكنيسة ليلة التنين وعملنا له السهرة، وكنا ببيت أبونا بدوي، قعدنا حده سألني أنت من وين ووين خلقاني بلبنان وجوزك من وين وشو عندك أولاد. يعني شيء كتير حلو. Thank God we are so lucky and so blessed to be in his presence, so closely in his presence this week. نعود إلى التحضيرات. هالمؤتمر أكيد بتحضر له قبل سنتين، وقبل سنتين ما كانش عندكم لا كنيسة ولا مكتب تجتمعوا فيه ولا أي شيء. فيرا، أكيد كنت عم تشاركي بمؤتمرات سابقة وكان عندك الخبرة الكافية إنه عن المؤتمر، ولكن إنه تاخدوا على عاتقكم تحضير مؤتمر هذه شغلة كتير مهمة.
والنعمة الإضافية إنه كمان صار عندكم كنيسة دشنت بهالسنتين يعني كانوا سنتين وبشارك الحديث مع جو هوني. البداية بلشت بمؤتمر سان دييغو، النام بسان دييغو سنة الماضية اللي كمان نورسات شاركت فيه، لما أبونا ألفريد يلي هو جديد برعية شيكاغو قال بدنا نجيب المؤتمر على شيكاغو، بقى كلنا قلنا له أبونا عم نعمر كنيسة ومهموكين ويعني مننطلنا شي سنتين ثلاثة ومنجيبه، قال لا هلأ حلوة عم نعمر كنيسة بتخلص الكنيسة بنحتفل بالمؤتمر. بقى هلأ المؤتمر كل رعية بدها تقدم بد بتقدم عرض لمجلس إدارة نام قبل بسنتين ليأخذوا المؤتمر عندهم، يكون في المواصفات اللي ممكن تستوعب جو. جو حضر برزنتيشن أبونا، مهم أبونا بدوي كان مصر لا بدنا نجيبه بال2006 على شيكاغو. اجتمعنا بمجلس إدارة نام من سنتين، لجنة معينة من أبونا ألفريد هوني، وكنا نحن أبونا ألفريد قالنا بتترأسوا اللجنة، وجو عمل لهم برزنتيشن ليش المؤتمر لازم يجي على شيكاغو، شو كان مقنع جو شو الأدفانتجز لشيكاغو، السياحة والأوتيلات الحلوة والجالية اللبنانية الكبيرة، وما والجالية اللبنانية كبيرة وما نعقد مؤتمر بهالشكل بتاريخ رعية شيكاغو. بقى جو عمل البرزنتيشن للبورد، صوتوا عليه ووافقوا على المؤتمر. ساعتها بلشنا بالشغل. جو ترأس توكيل تعيين الكوميتي تشيرز، لانه عنا راح اعطيه الميكروفون هلا لانه هو اللي حضر الكوميتي تشيرز اللي هن فوق ال 25 تيعملوا التنسيقات الكامله للمؤتمر. جو فإذا لك ننتقل معك حتى نشوف هاللجان ال 25 يعني هيدا جوب لوحده بده أكثر من شخص حتى ينظمه 25 لجنة، كل لجنة كانت متخصصة بعمل معين. في عنا أشغال كتيرة بالمؤتمر، نقينا 25 chair people 25 لجنة لكل activity أوكي لكل نشاط بيقوم بالمؤتمر، حطينا تشير اوكي وصاروا يشتغلوا هن، ومش هن بس ال25 اللي اشتغلوا، هن كل تشير بيرسون نقى اللجنه معه يلي بدهم يشتغلوا ويساعدوه ليحضر. مثلا لاعطيكي مثل بسيط، ماريا السوري اليوم هي المسؤوله كانت عن الهوسبيتاليتي سويت، يعني نحن كمان هون شهاده حق لماريا عن جد حقيقه. ماريا هالانسان المعطاء على الاخر، ماريا كمان منوجه لها تحية كتير كبيرة. الست فريال مسعود اشتغلت معها كوتشير، والست زاخم ثلاث ستات اخذوا عاتقهم انه يحضروا الهوسبيتاليتي سويت، وانا اعطيتهم قد ما بدهم اوكي. هن كان في سبيشال جايدلاينز شو فينا نخدم خاصة باوتيل بالمر هاوس بشيكاغو، لانه اوتيل بالمر هاوس از يونيون هوتيل، ولما بيكون في نقابة بالأوتيل مجبورة تخضع لأوامر النقابة. بقى نحنا ما كان فينا نقدم أكل، قعدت عملت مع المؤتمر مع الأوتيل عدة لقاءات وعدة اجتماعات أنعتهم لحتى أنعناهم إنه نحنا هيدا منو أكل من أكلكم، نحنا هيدا أكل من أكلنا، نحنا هيدا this is ethnic food or traditional traditional we call it ethnic food yes. لأرجع للشغل يعني الهوسبيتاليتي سويت، خلينا بس نوضحها شوي لمشاهدينا. الهوسبيتاليتي هي كناية إنه مكان الضيافي يعني يلي تحضر فيه نوع من الأكل اللبناني، تنفيل المنقيش، الجبنة، البندورة، الورق العريش، حضروه الستات على الطريقة اللبنانية وكان مفتوح مجانا. مجانا كله يعني كل الحاضرين بالمؤتمر الصبح والظهر مفتوحة غرفة الضيافة، بيفوتوا بيتروقوا بياخدوا لقمة وبيقعدوا بيشربوا قهوة، يعني ما بدنا إياهم كانوا يجوا على المؤتمر ويطلعوا لبرا يتكلفوا. أول مرة بتصير دايما على طول كل المؤتمرات فيها غرفة ضيافة، بس إذا بيقول بكل صدق انه بعتقد غرفه الضيافه تبع شيكاغو كانت مميزه جدا وانا شهادتي يمكن مجروحه، بس اذا بتحكوا اللي موجودين بالكونفنشن المسجلين بس اسالون عن غرفه الضيافه، وهيدا الشكر لماريا وفرقه الكوميتي اللي معها. ايوه وبعدين في عده كوميتيز كمان غير اشتغلوا. اذا بنوجه جو اكيد ما عندنا وقت تنعد ال 25 كوميتي، يعني انا مرقت بالميكينج اوف شوي بالكاميرا عليهم وشفنا هيك امور بسيطه،
بس كمان هيك بركي بتوجه لهم تحية لهم كلهم. أنا 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 بكون ظالم إذا ما قدمت وقت خصوصي لكل الكوميتيز، لأنه هني كلهم اشتغلوا وكتر خيرهم كلهم، لأنه نحن هذا شيء فالنتير، ما حدا يعني كله متطوعين وعاملين، ونحن كلنا عنا أشغال. أوكي، وبهالنقطة بحب أقدم نقطة كمان كانت فيرا عم تحكي عن البطرك، سيدنا البطرك قديش متواضع وإشياء. نهار الأربعاء الصبح وقت طلع جبته من قوته تينزل لتحت، قال لي يا ابني بعدك هون أنت ما عندك الشغل؟ قلت له أبونا الجمعة أنا أخذ الوقت الجمعة كلها. قال لي الله خليكم. بقى في يعني عنا تركتوا أشغالكم كلكم حتى تلتزموا بهالمؤتمر، أخذتوا فرصة فرصت أمريكا. في عنا لجنة السايلنت أوكشن كمان، ست لينا ضو وجوزة سام ضو اشتغلوا كتير كتير، يعني شفتوا مبارح شو كانوا عارضين. كان عنا أكثر من 200 شغلة معروضين للسايلنت أوكشن. في عنا الريجستريشن كوميتي، سام سوايلم وجماعته they did a fantastic job، عملوا كتير شغل حلو على أي المسؤولين عن تسجيل المشاركين بالمؤتمر. وفي عنا توني بومتري يلي كان مسؤول عن البانكوت سيتينج، وما فينا ننسى فضل إيميل وجاكي حداد وابنهم داك حداد يلي عملنا الاد بوك. أوكي، يلي نعرض لكل الكونفنشن يلي تقدم كذكرى حضور البطرك معنا السنة، وجيهان سبعة وجولي مونيس وجاسي مونيس يعني أنا بقول شغلي حقيقة 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 حتى ما نظلم حدا، قد ما نعد رح ننسى أشخاص. وأنا بعتذر منهم بس يحضروا هالمقابلة، بعتذر من الأشخاص اللي ما عديتهم. بدي أذكر بس جون الديف ولازلي الديف ولازلي صغيب وجورجيت بومتري مرته لطوني بومتري، وعدد كبير من الأشخاص اللي شاركوا بتحضير هالمؤتمر يلي بعتقد أنا كمان مثل ما قالت فيرا شهادتنا مجروحة، بس بعتقد هذا المؤتمر كتير رح يكون عنده ردود فعل قوية، لانه عمل اشياء كثيره مميزه عن غير مؤتمرات. فيرا عندك شيء بدك تقولي؟ إيه كمان، لانه ريلي ما حدا عنده فكره للتضحيه اللي قدموها الشباب. انا اتس نوت فير انه بدي اخذ وقت بهالمقابله حتى من كل قلبي انا وجو نشكرهم كلهم. كاثي عواد الست الامريكانيه المجوزه لدكتور عواد يلي حضرت كل الليتورجيكال كل الاقداديس للبترك من اول نهار وصل لاخر نهار. القداس لما عم تحضري قداس لبترك منا شغله هينه، من الكتب من الالتر من كل شيء. جورج صغيب كمان كان مساعدة بهالتحضيرات كلها، يعني كتير مهم إلي إنه هودي عم يشتغلوا behind the scene من وراء. في كتير عن كل حال جنود مجهولين يشتغلوا من وراء خلف الكواليس وما قدرتوا تشوفون في منه نقدرنا نشوفنا. مثلا ماريا شفناها شوي بالشغلة، كاثي إن شاء الله هلأ كمان نرجع نشوفها شوي. إذا نسيت حدا فوقني لأنه كلهم بدي أذكرهم. أنا قلت لك فيرا قد ما نعد أكيد رح ننصابها. I just really want to say sincerely to every and each and every committee member، ما عليه خليني أحكي كلمة بالإنجليزي، إنه we thank you from our hearts for your commitment and your dedication for 2 years leaving your children the ladies behind in the evenings to come and meet in church. تركين أشغالكم الرجال وتتجوا تجتمعوا. الاجتماعات كانوا شهرية بأول سنتين، بعدين جمعتين بآخر سنة، بعدين آخر 3-4 أشهر كنا عم نلتقى مرتين بالشهر بالكنيسة، نقعد لليل الساعة 10-11 تنسيق. بقى منشكركم كلكم من كل قلبنا، و God will reward you. God will reward you. أجو في شي بعد بدك تقوله؟ يعني مثل ما تفضلتي وحكيتي حضرتك، في جماعة شيكاغو كلهم كل أهالي الكنيسة ساعدونا، بس يعني عم ناخد وقتنا تنتشكر الكل، وما فيناش ننسى نهرة نصر يلي اشتغل قد الدني ليجيب لخوارني وشي. We love you نهرة. طيب خليني أنا باسمكم كمان أشكر كل شخص رفقنا من البداية على المطار. بدي أشكر خيا لافيرا كمان وشاب جورج اللي كان معه الزاخم وكل الأشخاص، عن جد كل الأشخاص اللي رفقونا نحن على المطار أو رفقوا صاحب الغبطة، كل شخص شارك
او نوجد او ادى اي خدمه. توني السبعة لي صب ديكن جانز فاير وبابس فاير، يعني كتر خيركم كلكم، يعني نحن كثير بدنا نرجع شوي هلا حتى نختم، نقدر نختم هاللقاء اكيد فيرا قد ما نحكي مش رح نقدر نوفي، ان شاء الله نكون تكونوا معنا شي نهار بلبنان كمان ومباشره عبر الهواء تنحكي بتفاصيل أكثر، ولكن نتيجة عملكم رح تبين من هالتصوير الفائض يلي صورناه، هالتنظيم كله اللي حكيتوا عنه. الشباب معنا، خلينا نحكي شوي هلأ عن شعوركم كعائلة. أنتوا شاركتوا مش بس كأفراد، يعني كنتوا عائلة مشاركة، حتى أولادكم شفناهم مشاركين، بنتكم مونيكا كانت عم بتشارك، الشبيبة كمان، ابنك الصغير موجود. قد ايه اليوم مهم توصلوا هالرساله انه هالعيله هي الخليه، ان كانت بالوطن ولا ان كانت بالانتشار، انه هالعمل والكنيسه هو اللي بيجمع العيله. قد ايه انتم اليوم سعيدين انه عيلتكم كلها موجوده داخل الكنيسه وحول الكنيسه؟ هيدا الشيء كمان كثير حلو، نقطه كثير مهمه حكيتي فيها، لانه تحت كثير انسال بهالمؤتمر بخصوص لقاء الشباب مع البترك امبارح، مرق سؤال كيف منخلي العيله المارونيه تضل موجوده وتضل تنمى هون، ونسأل كيف فينا كيف بده يضل الأقلية المسيحية بالشرق كيف فيها تكبر وتزيد. أنا بقول كل شيء ببلش بالبيت، يعني أنا من هني وصغار معي بالكنيسة أنا وجو، من هني وصغار قاعدين حدنا بالكنيسة أنا وجو، وبيحضروا القداس وعمرهم 3 سنين و4 سنين و5 سنين وبيقعدوا. يعني هيدي الشغلة ما فيك تجي فجأة لما بيصير الولد عمره 18 سنة تقولي له بدي رجعك على كنيستك، it's too late، تأخرتي. يعني it starts at home، بدك تبلشي فيهم إن كان عندك ولد أو اثنين أو ثلاثة. هالساعة نهار الأحد بالجمعة اللي عم نعطيها لربنا هي مشي، لما ربنا عم يعطينا كتير. نحن هون بالغرب محظوظين، الناس يعني الناس بلبنان الوضع تعبان إن كان اقتصادي أو سياسي وعم يتعبوا، نحن من المحظوظين اللي قدرنا تركنا وجينا وعايشين هون بقى. كيف فينا نحافظ على تراثنا وعلى أولادنا يضلوا بمجتمعنا ويضلوا بكنيستنا؟ It starts at home. I believe strongly in that. بدي أقول لك السؤال إلك، وبعد شوي بدي أطلب من مونيكا ومن الصغير ينضموا إلنا بس بتحية عائلية. أوكي جو، بالنسبة إلك كمان قديه بتشعر بهالسعادة الكبيرة، لأنه حقيقة الانتشار والمغتربات هي كمان خطر بحد ذاته بيهدد العيلة. اليوم ما عندكم وقت تفكروا بأي خطر، لأنه كل العيلة موجودة بالكنيسة، كل العيلة موجودة بعناية ربنا. قديه بتشكر ربنا يومية أنه مرتك ولادك كلكم كلكم تيم واحد وقلب واحد عم تشتغلوا، مش حتى منهيين بأموركم، يعني عم تفكروا للآخرين، عم تفكروا بنشاطات هالقد كبيرة. نحن كتير مثل ما تفضلت فيرا وحكيت، نحن كتير محظوظين انه عائلتنا كتير عائلة وحدة وعائلة منفتحة. وانت شفتي اليوم مانيكا وبول معنا هون، في عندي شربل كمان وبيتر كان معنا هون من التنين الأربعة، وشربل كمان معنا هو وما قدر إيش جاي رح يكون معنا الليلة، لأنه شربل عم بدير أمور، نحن عنا شغل، هو عم بدير الشغل لأنه نحن هون، أوكي، وهو رح يكون معنا الليلة. وبخلال السنتين يلي مروا، أوكي، بحب أقدم نقطة كتير حلوة، بخلال السنتين يلي مروا قديش كل الاجتماعات اللي كانت تصير معنا كنا نجي نبحثها بالبيت كعائلة، أوكي، وأراء وأخبار الأولاد والبروغرامات تبع الأولاد اللي تحضروا. جيهان السبعة اللي بنت أختي يلي اشتغلت على المؤتمر كانت تيجي تقعد على الطاولة معنا على العشاء مع الأولاد كلهم سوا، شو بتحبوا تعملوا أنتوا يا أولاد بالمؤتمر، ناخد أراءهم ونقدمهم للجنة ونبحثها ونوفق لهم عليها ويعملوها. بقى عائلتنا شاركت، ونحن كتير محظوظين أنه عائلتنا عائلة واحدة. جو بدي قبل ما أشكركم بدي أترك لك الكلام، ولكن بدي أطلب من مونيكا ومن بول ينضموا لنا. جو تفضل. بحب أقدم نقطة كمان بخصوص العائلة، وقديش قديش هالمؤتمر اللي تأثير على شبابنا. في عنا الدي جي يلي عم بيلعب الموسيقى هو ابن ماريا،
داني السوري هو يلي عم بي يعني عائلات عم تشتغل بهالمؤتمر مش افراد عائلات عائلات اجا داني السوري لعندي داني وقت اللي قلنا له بدك تعمل لاعب دي جي للمؤتمر الماروني فكر هو شاب كبير وما كان يتعاطى كثير بالمؤتمر الماروني فكر انه راح يلعب موسيقى راح يتضايق شوي بس قال راح اعملها لانه للكنيسه هذه اليوم الصبح اجى لعندي بعد لعب ليلتين قال لي عمو جو بدي اطلب منك طلب قلت له تفضل عمو شو بدك قال لي كل مؤتمر ماروني انا بدي اجي العب ما بدي مصاري انا بدي اكون بكل مؤتمر ماروني هللويا شغله كثير حلوه مونيكا بتجي شوي ورا البابي وبول بتجي كمان هيك شوي هون مونيكا نحن شفناك امبارح التقينا فيكي ويا ريت كانوا شربل وبيتر وبيتر موجودين امبارح شفناك بكل حب وبكل شخصيه قويه ورشحناك تتكوني ريبورتر قد ما شخصيتك قويه وحلوه لنورسات هون قد اليوم تشكري ربك على نعمه العيله على نعمه الماما على نعمه البابا كثير كثير بشكر الرب لانه امي وبي احسن امي وبي بالدنيا يعني كل شيء اللي بعمله هن وراني وبيساعدوني بكل شيء وهالسنتين اشتغلوا كثير 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 على هالمؤتمر و بعرف انه اوقات كانوا كثير مزعوجين لانه كان في كل يوم كل جمعه كان في شغله اللي كان لازم يخلصوها ويعملوها بس دائما نجحوا كثير مبسوطه وكثير مبسوطه لانه كل الناس عم يجوا لي وعم يقولوا لي انه امي وبي اشتغلوا المؤتمر طلع كثير حلو فخورة فيهم يعني كتير فخورة تعطينا يعني. الميكرو لبول حتى نشوف بول مبسوط يا بول بالمؤتمر You can speak in English Yeah. عربيته شوي معلش You speak in English Are you happy at the convention? Yes I am Why are you happy? Because my parents found it it's a great convention Have you been able to help? Yes شفناه نحن لبول فوق كمان هو قاعد على الاستعلامات وقاعد كمان عم بيشتغل مثله مثل الكبار بكل الأحوال بدي كتير أشكركم وإن شاء الله كمان أنتوا تكونوا نموذج لكل عائلة مسيحية موجودة لو هجرتها الظروف معينة من بلدها ولكن هي عايشة بقلب هالانتشار عم تشهد لإيمانها لجذورها لثوابتها يمكن اليوم المؤتمر هو جزء صغير من حياتكم الكبير المعطاء بكل فيرا نحن ما تسنلنا الوقت ولكن راح نشوفك بغير اميسيونات تنحكي كمان انت على البورد مجلس تيلي لمير انترناسيونال ونعرف انت عم تشتغلي لتيلي لمير نورسات يعني في شيء بدك تقولي بهال في شيء بدي اقوله بدي انهي واقول انه بشكركم من قلبي كمان لانه بعرف مشواركم بعيد وكلفتكم كبيره حتى اجى الكرو كله انت وماري تريز وابونا مونس وشاك وريمون والشباب المصورين كلهم داني وجو وانترانيك بشكركم كثير وبحب اقول انه تيلي لومير is in my heart and I will tell you why it's in my heart because I am a strong believer of evangelization and I think as a minority in the, as a Christian minority in the Middle East the only way we can survive and remain and grow is to spread the word of the gospel to those who have not heard it that is why Tel Lumière is in my heart because I strongly believe that they can accomplish the mission of Christ of spreading the gospel throughout the Middle East and beyond. I pray for every person working behind the scenes and in front of the camera for Tel Lumière, for God to bless you and keep you on his path. بدي منكم شغله هلا قبل ما تنهوا السنه الجايه هو مؤتمر 2007 بفي جو بدي اقول شيء بدي اياكم انتم كعائله تدعوا العائلات اللبنانيه الموجوده بامريكا او محل قبل بعد ما يخلص جو تدعوهم حتى يشاركوا بمؤتمر 2007 انا بحب وجه كلمه لكل المسيحيه وكل اللبنانيه اوكي نحن قدرنا عملنا هيك بشيكاغو لانه
أبونا ألفريد نقى شخص يقوم بالمؤتمر وكل اللجان اشتغلوا وراي وانضموا وراي وكنا كلمة واحدة. بدعي من كل اللبنانية يوقفوا ورا البطركنا أوكي ويساندوا بطركنا، لأنه إذا تكتلنا ككتلة واحدة مسيحية بلبنان بنعمل كتير، إذا ضلينا مفرقين ما رح نقدر نعمل شيء. بدي منكم هلأ تقاذر كلكم سوا تدعوا العائلات المسيحية كلياتكم حتى يشاركوا بالنام 2007 يلي راح يصير بفرجينيا سنة الجاي. مؤتمر سنة الجاي نام عند أبونا جورج سبعلي بفرجينيا، وراح يكون أكيد شيء حلو كتير لأنه أبونا سبعلي is a wonderful priest and منحب تشاركونا كلكم سنة الجاي بنام 207 in Virginia. 1, 2, 3 كلكم سوا. نام in Virginia next year 2007. Thank you. مرسي هللويا. بس كلمة صغيرة كمان بحب انهي بشكر كبير لأبونا ألفريد بدوي. هلا رح نشوفه. أبونا ألفريد هو اللي كان عنده الثقة الكبيرة فيي وبجو حتى نقوم بهالعمل. وبتمنى انه كنا عند حسن ظنه. وبشكره مرة تانية أنا وجو من قلبنا for the opportunity to work on this convention and be in the presence of his beatitude. Thank you. شكرا لكم، إن شاء الله ربنا هيك يبقى جمعكم. Thank you. شكرا لكم. ضمن إطار مؤتمر النام يلي جرى بشيكاغو الولايات المتحدة الأمريكية، عم نكون نحن وياكم بسلسلة لقاءات مع ضيوف شاركوا من قريب أو من بعيد بهالمؤتمر. أهلا وسهلا من أولى لفادي داغر. فادي تفضل قرب للميكرو بس شوي. فادي جيت من لبنان تشارك بهالمؤتمر، ليه؟ جيت بعدة صفات، أهم صفة كانت رئيس لجنة مهرجانات المغتربين يلي شاركنا بمهرجان النام، مشاركة بدعم شو ممكن يصير في تأمين برودكت أغراض من لبنان للموارنة اللي موجودين هون. عملنا بوستر عن صورة عن سيدة لبنان مع صورة من الجوية، عملنا بوستر قدمناه لكل المشاركين بالنام، يتم توزيع اليوم بعد عشية بعد السهرة تتكون بكافة البيوت الموارنة اللي موجودين بأمريكا الشمالية. كمان صار في مشاركة من قبل أوتيل رويال يلي قدم لنا خارطة عن لبنان، خارطة كبيرة محطوط فيها كافة المواقع السياحية مع اللوجو تبع رويال. طبعا صار في مشاركة من قبل احدى الشركات اللي بملكها اسمها لبنانيات، عندها برودكت اسمه تيك لبنان هوم، الشنطة اللي فيها تراث لبنان وتاريخ لبنان واسطورة سعيد عقل، كمان قدمناها هدية تشاركت بالسايلنت اوكشن اللي صار هون، المزاد العلني اللي مزبوط. صار على بصمت يعني مزبوط. ما كانش في اقتراع عليه مزبوط، وكان في اقبال كتير على الاغراض اللي جبناها من بيروت. كمان امنا بواسطة حلويات رفعت الحلاب، امن لهم كافة الحلويات الموجودة اللي عم تتوزع بقلب المؤتمر هون. شكر خاص لكل اللي شاركوا معنا كمهرجان مغتربين بنام لتنمية العلاقات اللبنانية الأمريكية. فادي شهدت خلال هالأيام النام يلي شاركت فيها لقاءات انطبعت بعدة أشكال، يعني هلأ أكيد في الطابع اللبناني وفي الطابع الماروني في الطابع الروحاني في الطابع الإقدام الكنائس الأخرى أو الشعب من بعض كنائس على هالمؤتمر، أكيد أمر يعني ما في اثنين يزيدوا عليه وهو حضور غبطة البطرك يلي أطفى على هالمؤتمر صورة خاصة مميزة وفريدة. اختبارك الشخصي بهالمؤتمر، انت يمكن شاركت قبل بمؤتمرات نام او هي اول مره بتشارك؟ اول مره بشارك مؤتمر نام، بس نحن كلجنه شغلتنا ننظم مؤتمرات
خاصة للمغتربين اللبنانيين ضمن لبنان. وفقا لما كنت تشتغلوا، كيف لقيت هالمؤتمر وشو ميز هالمؤتمر؟ هلا ما شك فيه انه مؤتمر منظم بامتياز، يعني تقدر يجمع جميع الموارنة من جميع اقطار امريكا، يكونوا مجتمعين كل سنة بولاية معينة، والسنة كان بشيكاغو. كان تنظيمه، يعني انا بوجه تهنئة، ما راح اسمي اسماء لانه كتار، بس تهنئة خاصة لكل اللي كانوا عم بينظموا هالمؤتمر هيدا، لانه صراحة كتير في تنظيم. الاحلى من هيك يلي عطى زخم روحي وديني ومعنوي وجود البطرك الماروني يلي معه رفقة من الموارني المطارني الموجودين، عطوه زخم كتير مهم يلي حمس كتير عالم يجوا يشاركوا. اول مرة البطرك بيشارك بهيك مؤتمر بامريكا. الدعم اللي عطى، بتحسي كل هالشعب الماروني متعطش على اللقاء مع رأس الكنيسة المارونية. والحلو بالنام الهدف تبعه تكملة الترابط ما بين الموارنة ولبنان، وهذه شغلة كتير مهمة. وكمان أنا بحب أوجه تهنئة كتير مهمة غير المنظمين لتليمير، لأنه تليمير هي اللي عم تعمل هالرابط، إنه عم بتدل إنه هالموارنة الموجودين هون كتير حلو تجمعوا مع بعضكم، بس كمان في عندكم مرجعية اللي هي لبنان والبطركية المارونية يلي عم تعمل الاتصال الدائم بين الموارنة في أمريكا والموارنة في لبنان والموارنة في العالم. يعني هلأ نورسات عم بتطال الجميع، وحتى يمكن هني داخل أمريكا عم يقدروا يستفادوا، لأنه عم بيعرفوا معلومات عن بعضهم. يعني مزبوط. المقيم في أمريكا اليوم وما بيعرف شيء عن كنيسته، عم يعرف أنه في مؤتمرات عم بتصير، في أشياء أكيد راح يبادر على الاتصال وراح يعرف ويشارك يعني فيك تلخصي إذا بدك أنه صارت التليمير اللي إجت من لبنان على أمريكا تتعمل علاقات ما بين اللبناني والموارنة بعضهم. يعني صارت التلفزيون الوحيد إذا بدك يلي عم بيجمع الموارنة المقيمين والمغتربين والمغتربين بين بعضهم. عن كل حال هي عندها وجه أبعد من طائفة وحدة، يعني هي كمان بنشاطات أخرى كمان عم تجمع هالمسيحيين المشرقيين حتى الغير اللبنانيين المقيمين في كل الدول. هيدا من أحد النشاطات اللي عم تقوم فيها تيلي لوميير والنورسات اليوم. فادي أكيد على ضوء هذا المؤتمر والمشاركة فيه، أخذت شيء عبرة أو في شيء هيك قررته؟ شو قررت؟ رح أقول لك شو اللي قررت. قررت إنه نوجه باسم لجنة المغتربين دعوة لإدارة النام إقامة مؤتمر النام في لبنان. حلو. وهلأ عم نأمن الأبليكيشن الطلب، وعم نحضر مثل ما ذكر جو قبلي، نأمن طلب لينعمل للنام بلبنان سنة 2011. حلو. نازل على لبنان، انا جيت خصوصي كرمال، جيت اول امبارح فايل بعد بكره، رغم انه اجواء كانت كثير مضغوطه انه اجي، بس مجبور اجي، جيت وبفرح جيت على النام. واصل اعمل تحضيرات لطلب يتقدم للاداره العامه بالنام لدعوه النام جميع الامريكيين للنام اللي بيجوا بيجتمعوا كل سنه بولايه يعملوا سنه 2011 بلبنان. وهيك سنه 2011 كمان بيكون في محطه جديده للمجمع الماروني، يمكن ما فكرت فيها فادي. لا. ولكن تصادف نحن هلا قبل هالمؤتمر هيدا انهيت الدوره الرابعه والختاميه لاعمال مجمع البطريركي الماروني يلي بتنظم الحياه المارونيه الكنسيه بكل جوانبها وابعادها، وموعدهم الجديد هو بال2011. في عندك شيء تاريخ شهر معين؟ ما بعرف، بركي بيتم التنسيق انه يكونوا من كل بصير في تنسيق، اكيد بصير في تنسيق كنسي إداري تنظيمي مع لجنة مهرجان لتأمين الوفود بتجي، لأنه أكيد على لبنان رح يصير في تجمع أكثر من 2000 شخص. بلشنا الاتصالات ابتداء من اليوم أو من امبارح، نبلش الأفكار وتحضير البرنامج شو ممكن هالموارنة اللي نازلين يجتمعوا بين بعضهم ويصير في لقاء مع كافة اللبنانيين والموارنة الموجودين في لبنان. فادي أبو داغر شكرا لك، الله يقويك ويعطيك العافية، وإن شاء الله كمان هيك كل هالأشياء اللي عم تعملوها تكون هي تنعكس خير على هالوطن وعلى الساكنين فيه المقيمين والمغتربين. بس كتير، وبرجع أنا بهني إدارة النام، وبرجع بهني تيلي لوميير بهالنقل المباشر اللي عم بيصير بين أمريكا وبين لبنان، لأنه وحتى بين أمريكا وأمريكا، لأنه تيلي لوميير رسالة مسيحية شرق أوسطية
مهمة تجمع أبناء الكنيسة الوحدة. نجدد تحياتنا لكم من قلب مؤتمر النام ومن شيكاغو الولايات المتحدة الأمريكية. عم نلتقي الوفد المرافق لصاحب الغبطة والنيافي الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، ومن الوفد المرافق الأمين العام لمجلس البطاركي والأساقفي الكاثوليك في لبنان الأب ريشار أبي صالح. أهلا وسهلا فيك أبونا ريشار. يعني أكيد على عتقك كان في كتير مسؤوليات كبيرة بتحضير هالسفرة، وكونك كمان قريب من صاحب الغبطة بهالتحضيرات وبهالتنسيق. اليوم هالاختبار قبل ما نبلش بالتقنيات والأمور العملية كمان عملك بالمجمع الماروني، خلينا نشوف اليوم الانطباعات يلي شارف المؤتمر على الانتهاء. كيف عشتوا هالجو؟ هل كنت متوقع الشيء يلي شفته؟ بالحقيقة أنا هيدي أول مرة بشترك باجتماع النام، ما كنت متوقع أن أشوف هالطابع المارونة كان بروحانية أو كان بالليتورجية أو كانت بهم الموارن الساكنين بالولايات المتحدة، أنه يكونوا حقيقة كنيسة ويسعوا يكونوا أمنين لتراث أجدادهم ولا إيمان أبائهم، ويعرفوا يزرعوا نكهة خاصة بهالأرض بحمل يسوع المسيح للناس. أنا مندهش بهالطابع. بذكرنا هالموضوع وقت عملنا أول اجتماعات مجمع المارونة، وكان اللقاء هيك بين كل الموارن من العالم كله مع موارنة لبنان، كيف كان حقيقة نكتشف أنه صحيح نحن منعبر بطرق مختلفة بس الروح واحد والكنيسة وحدة والإيمان واحد. عم برجع بلمسه هون بالنام، فبعز علي انه يكونوا اجتماعات السنة حول المجمع الماروني اللي تعبنا لحتى نقدر يوصل محل ما وصل، لحتى نقدر نحمل السنة هون للكنيسة المارونية بأمريكا بمختلف برشياتها ورعاياها. يعني أبونا أكيد حملتوا المجمع الماروني إلى قلب مؤتمر النام، وهيدي من أحد توصيات يمكن المجمع أنه تفعيل هذا المجمع في الانتشار. على أي أساس اختيرت النصوص؟ يعني شفنا تم التركيز على الهوية المارونية. بالحقيقة المواضيع حطوهم لجنة من الأمريكان الموارنة بلبنان، هن يلي حضروا البروغرام وطلبوا منا نحن بلبنان من صاحب الغبطة ومن أمين العام طن يوسف شارة ومن الأكيب اللي حدهم أنه يحضروا المواضيع. هلا أكيد اختاروا المواضيع يلي بدرجة أولى بتعني لهم أكتر بوقت الحاضر، يلي هن حول الهوية أو حول دور العلمانيين أو تنشئة الكهنة أو حتى الارتباط بلبنان والعمل الاقتصادي والسياسي للكنيسة في لبنان، وشو فيهم الموارن بأمريكا يقدروا يقدموا للبنان ضمن هالتحديات المطروحة عليه اليوم. أبونا أكيد كان على عاتقكم عمل كتير سريع، لأنه الأعمال المجمعية وطبع النصوص المجمعية تم مؤخرا في أقل من شهر يعني، وكان على عاتقكم ترجمة كل هالنصوص كل هالمحاضرات اللي عم نشوفها. خبرني إديه العمل كان جهد سريع. بدي خبرك بشي وانت اخبر العارفين وانت معنا بالعمل. انا بدي اشكرك واشكر اوتيل لوميير ونورسات لانه انتو معنا. يعني انا بشكرك على هالفيلم اللي حضرناه سوا واللي قدرنا عرفنا فيه الموارنة هون على المجمع الماروني. كان في شوية اشحاف من حقك، صورك كانوا على طول بعاد. ايه انت قريت بهالامر، بس انه ربنا هو اللي بشوف بالخفاء هو يلي بكافي. هو اللي بكافيك ابونا ريشار. بدي اقول انه ترجمه النصوص على الانجليزي بعد ما انه حاضر،
مش رح يكون حاضر قبل عيد الميلاد ولا على الفرنساوي ولا على البرتغيزي يعني هاللغات اللي الموارنة بيحكوها بالانتشار، بس قدرنا ترجمنا هلا النصوص يلي هلا عم نشتغل فيها. ولكن كل المجمع رح يكون حاضر على عيد الميلاد، والموارنة الامريكان ناطريننا على الكوع، يعني ما في مجال للتاخير لانه شغفهم وعطشهم زايد خاصه بعد النام حتى تكون النصوص حاضره. يعني فينا نعتبر ابونا بتفعيل المجمع كمان رح يكون عندكم طليته على امريكا او حتى على دول الانتشار لتفعيل هذا الامر؟ بدي اقول لك يعني حتى على يعني حتى باستراليا او بالبرازيل او بكندا او اكيد بلبنان وبارض البتركيه المارونيه بين سوريا وبين مصر وبين قبرص، يعني هالكنيسه المارونيه وما وجدت على جدول عملها هالايام وعلى اولويات عملها هو تفعيل النصوص وحط الاقتراحات حيز التنفيذ لحتى يكون المجمع مش حبر على ورق، ونحن ما بدنا اياه هيك. وصاحب الغبطة على طول عم بشدد انه المجمع هلا بلش، ما خلصنا المجمع، المجمع هلا ورشه العمل فتحت له، علو انه الروح يكون عم بايدنا بهذا العمل.